السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجبة غدا بتحول امرأة لمليونيرة، وصدمة غير متوقعة للزوج. ففي مفاجأة مذهلة لم تكن متوقعة على الإطلاق، تفاجأت امرأة من جنوب استراليا وهي تتناول وجبة الغداء في أحد الفنادق مع زوجها بالفوز بالجائزة الكبرى اليانصيب والبالغ قيمتها 1,000,000 دولار، الأمر الذي أصابها هي وزوجها بصدمة كبيرة. فكيف حدث ذلك؟ وفي التفاصيل، أخبرت المرأة المسؤولين القائمين على مسابقة ذا لوت إنها جلست هي وزوجها لتناول الغداء في فندق فولا روتون، وقررت إن هي تلعب دور كينو أثناء انتظار طعامهما، قائلة: خرجنا لتناول الغداء واعتقدنا إننا سنلعب بعض الألعاب أثناء وجودنا هناك، ولكن الفوز كان بمثابة مفاجأة صادمة لي ولزوجي. لم تكن المرأة تتابع النتائج أو تتحقق من الأرقام هي وزوجها، حتى جاء الساقي وأخبرها أنها شخص ما في المكان فاز بجائزة كبيرة، قائلة: شعرنا بتوتر على الفور في حال لم يكن الأمر كذلك، ولم نكن نريد أن نكون متحمسين للغاية حتى تم تأكيد كل ذلك، وفزنا بالفعل. وعن الذي ستفعله بقيمة الجائزة، أوضحت أنها قررت هي وزوجها وضع المال في البنك لبضعة أشهر قبل اتخاذ أي قرارات بشأنه، قائلة: نأمل أن نتمكن من استخدامها لقضاء عطلة خارجية في وقت ما من العام المقبل. وإلى ذلك، ومن الصدف الغريبة أيضا، أنه كان قد فاز رجل في ولاية كنتاكي الأمريكية بالجائزة الكبرى لليانصيب البالغ قيمتها 1,000,000 دولار، وذلك أثناء مشاهدة فيلم، حيث قال إلى المسؤولين القائمين على المسابقة إن أرقام جاءت من فيلم، حيث استخدمت الشخصية الرئيسية نفس الأرقام لتحقيق الفوز بالجائزة الكبرى. وفي الآونة الأخيرة، أصبحت لعبة اليانصيب أكثر تداول عبر الإنترنت، إلا أنه تم استغلالها في عمليات النصب والاحتيال عبر إرسال رسائل وهمية بالبريد الإلكتروني إلى الآخرين، يعني لوهمهم بالفوز بمبالغ كبيرة، تجعل المتلقي يدلي بمعلومات أحيانا دون انتباه، ويقع في فخ هؤلاء النصابين. رأيكم ايه في موضوع اليانصيب دوت؟ هل حقيقة ولا نصب؟ وايه هي، حد يعرف ايه هي المواقع اللي ممكن فعلا الناس تكسب منها؟ شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.